إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. عباد الله، في هذه الصورة العظيمة يقسم الله عز وجل أطول قسم في القرآن. قال بعض العلماء أنه أقسم 11 مرة، وبعضهم عدها 7، اعتبر بعض حروف الواو أو حرف الواو اعتبره عطفا ولم يعتبره قسما. وعلى كل، سواء كان أقسم 7 مرات ولا 11 مرة، هذا ماشي سهل باش يقسم الله عز وجل. وإحنا ذكرنا في خطبة سابقة أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أن يقسم، فهو صادق، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. فعلاش غيقسم؟ علاش غيحلف؟ ليبين لنا أن هذا الذي سيقسم عليه بأنه عظيم وخطير، باش نرد بالنا. فعلى ماذا أقسم الله عز وجل في هذه الصورة بعد هذا القسم الطويل؟ قال سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها، وخاب من دساها. قد أفلح من زكى نفسه، أقسم على أن تزكية النفس هي سبب الفلاح، هي التي تؤدي بالإنسان إلى الفلاح وإلى النجاح. وتزكية النفس من المهام الكبرى التي من أجلها بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن من مهام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزكي قومه الذين بعث إليهم. وتزكية النفس جعلها القرآن الكريم سببا لدخول الجنة. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
هذه التزكية. فإن الجنة هي المأوى، وقد نسب الله سبحانه وتعالى نسب التزكية إلى نفسه، فقال سبحانه: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، بل الله يزكي من يشاء. عباد الله، إن النفس هي أكبر عدو للإنسان، نفسك التي بين جنبيك هي أكبر عدو. وقرأوا القرآن، أول جريمة وقعت في البشرية قال الله عنها: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. شكون اللي جعل ابن آدم يقتل خور؟ نفسه. فطوعت له نفسه، زينت له قتل أخيه فقتله. في قصة يوسف عليه السلام لما أخذوا أخاهم الصغير يوسف، عشرة ديال الإخوة كبار، وذهبوا به وألقوه في غيابات الجب ورجعوا إلى أبيهم يكذبون، قالوا: أكله الذئب. ماذا قال يعقوب عليه السلام؟ قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. هذه النفس، هذه هي النفس الإنسانية. ومن رحمة الله عز وجل أنه خلق للإنسان نفسا وعقلا، ولكن بعض المرات أو في أكثر المرات نفسك هي التي تغلب وهي التي تحكم، والعقل كيبقى غير زايد، ما عنده حتى شي قيمة، هي اللي كتزين ليه. إن النفس هي أكبر عدو للإنسان، فهي تحبب له الشهوات المحرمة وتزين له التكاسل عن أداء الطاعات. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. رحم الله الإمام البصيري صاحب البردة عندما قال: وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم. إلى نفسك جاتك تنصحك اتهمها، ما تصدقهاش، وإنما تزين لك المعصية. وإنهما محضاك النصح فاتهم، اتهمها بحال الشيطان. وإنما الشيطان يدخل إلى الإنسان عن طريق نفسه. هذه النفس تحتاج إلى محاسبة، تحتاج إلى مراقبة، وتحتاج إلى متابعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر، بمعنى خصها تحاسب راسها، شوف شنو درتي، ولا يكون هذا إلا بالمحاسبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه، يعني حاسبها وعامل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. الحديث في سنن الترمذي. وقال سيدنا عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. ولقد حدثنا القرآن الكريم عن أنواع النفس. لما كنقرأ القرآن نجد أن الله عز وجل ذكر آيات كثيرة تتحدث عن النفس وعن عجائب هذه النفس. والعلماء أخذوا من هذا بعض التقسيمات، هي كثيرة لكن أهمها ثلاث تقسيمات للنفس الإنسانية. القسم الأول هي النفس المطمئنة، وهذه ذكرها الله عز وجل بقوله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس المطمئنة، النفس التي لا تأمر صاحبها بمعصية بتاتا، هي النفس التي تنورت بنور الإيمان
حتى انخلعت عن صفاتها الذميمة وتخلقت بالأخلاق الحميدة، فهي مطمئنة إلى ما قال الله ومصدقة بما قال، وهي نفس الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين. النوع الثاني أو القسم الثاني هي النفس اللوامة، وهي التي أقسم الله تعالى بها: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذه النفس هذه وهي أكثر الموجود عند الناس، نفس التي تلوم صاحبها إذا وقع في شي زلة ولا في شي خطأ كتعاتبه، ولا كانت النفس ديالك كتعاتبك عفرة مازال حية، مازال فيها الخير، كتوقع في شي جريمة في شي مصيبة، تتهاون في الصلاة، تتهاون في الزكاة، تتهاون في النظرات، ولكن فاش كترجع للدار وكتسد عليك كتقول لك اش هذا الشيء، فين غادي؟ نفسك تحاسبك وتحدثك. هذه هي النفس اللوامة. إذا كانت عندك هذه النفس راك مازال حي، راه مازال القلب ينبض، أما إذا ما كانتش هذه راه هي النفس التي ترجع على صاحبها باللائمة لما يقع منه من إثم وما يقترف من ذنب. إلا خذا شي فلوس لعباد الله كتقول له رجع للناس رزقهم، عندك سموت وانت على هذه الحالة، نفسك تحدثك بهذا، هذه النفس اللوامة. وأما النفس الأخيرة أو القسم الثالث فهي النفس الأمارة بالسوء، وهي التي ذكرها الله عز وجل في قصة يوسف مع امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي، هذا من كلام امرأة العزيز، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن النفس لأمارة بالسوء، هذا الأصل فيها، إلا ما رحم ربي، عجل استثناء. إن ربي غفور رحيم. وهذه النفس هي التي لا تأمر صاحبها إلا بالشهوات المحرمة، وتأمره باتباع الباطل، وقد سماها بعض العلماء النفس الشهوانية. هذه ما فيهاش الخير. لك لاحظوا، النوع الأول النفس المطمئنة التي لا تأمر إلا بالخير، والنوع الثاني النفس اللي في الوسط، إذا صدر من صاحبها شر أو وقع في معصية تلومه وتحاسبه وكتقول له عندك رد بالك ارجع إلى الله عز وجل. النفس الأخيرة وهي الأمارة بالسوء، النفس الشهوانية، هذه لا تعرف خيرا ولا تعرف معروفا، وإنما تأمر صاحبها بالشر وبالسوء وبالمعاصي. فلينظر كل واحد منا إلى نفسه من أي نوع هي، حسبها، شوفها، جلس معها شي جلسة وقل لا أجي، أي نفس عندي أحملها؟ وأنت أعلم بنفسك من غيرك، حيث هذا الأمر هذا ما غاديش يحدو لك طبيب ولا شي واحد، لا، أنت اللي عارف نفسك. فاللهم طهر نفوسنا وزكها، أنت خير من زكاها، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، إذا علمنا أنواع النفوس وأقسامها فإن الواجب على المسلم أن يرتقي بنفسه إلى مرتبة النفس المطمئنة، وأن يطهرها وأن يزكيها، هذا الواجب. ولذلك الله عز وجل أقسم: إلا بغيت الفلاح، إلا بغيت النجاح، خصك تزكي النفس ديالك، خصك تطهرها، خصك تحاول توصل بها إلى مرتبة النفس المطمئنة. قد أفلح من زكاها. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع
وإن تفطمه ينفطمي، كما قال البصيري رحمه الله. النفس بحال شي طفل، إلا خليتيه راه هو غادي، ولكن إلا فطمتيه ينفطم. كيجي غير في الأول صعيب، مش كتبغي تفطم الطفل عن الرضاع غير في الأول، وانتهى الليلة الأولى الثانية الثالثة كيولي عادي، حتى إلا جبتي ليه بعد ذلك يرضع ما يبغيش، كيقول لك شد. كذلك النفس راها واحدة في المعاصي في المحرمات وفي الخمور وفي الزنا وفي النظرات، هادشي غير مولف وصافي، غير ما حاولتيش معاها. إلا حاولتي معاها وفطمتيها كيولي جيها هادشي مستقذر قبيح، وخا تجيبو ليها ما تبغيش. النفس السوية، ولكن حنا لا نبذل جهدا. وإليكم بعض الخطوات التي يمكن الاسترشاد بها لتزكية النفس وتطهيرها. إلا بغينا هاد النفس هذه نزكيوها ونطهروها، ونحاول أن نرفعها إلى درجة النفس المطمئنة، كاين بعض الخطوات خصنا نديروها معها. أول خطوة هي المشارطة. المشارطة من الشرط، شرط عليها، فتشترط عليها وتتفق معها على الأعمال التي يجب عليها أن تقوم بها، وفي مقدمة هذه الأعمال فعل الواجبات وترك المحرمات. أنت ما كتصليش أو تتهاون في الصلاة، هو أقول لها شفين غادية الصلاة، أجي نديرو حد حاسبو شهر شهر من اليوم الصلاة في وقتها سالينا، راه يمكن غدا نموت ولا بعدو، واش أنا ما كنصليش أو لا أحافظ على صلاتي، إذا نشترط عليها. هذا في الواجبات، وشوف أنت الواجبات اللي عندك فيها تفريط، وكذلك في المحرمات. فحاسب نفسك، وأول مراتب المحاسبة هي المشارطة، شرط عليها وبدغي بالتي تدرج، ما تجيبش كل شيء تجيبه لها بدقة واحدة، لا، سير معها خطوة خطوة. أول مرتبة هي المشارطة، لا تحافظ على الصلاة تقول لا لا غنبداو اليوم هاد الشهر هذا هاد الشهرين غنبداو بالصلاة وقتها صافي، النهار نحيدوها نبداو الأمر الثاني. عندك المخدرات إلى أين؟ كين غادي؟ إلى متى وأنت تحرق جسدك وأموالك وتضيع رزق أبنائك؟ لا فوق شي، فين غادي؟ حتى تمشي عند الله يحاسبك على هذا الشيء، قول له وقف نبدأ ننقص عليها شوية، كان دير بكية في النهار ندير النص، كان دير النص ندير وأنا غادي حتى نوصل إلى هذا الشرط، الشرط عليها. ثم بعد ذلك أنتقل إلى الخطوة الثانية وهي المراقبة. ماشي غير شرط عليها ونزيدو نخليها دير اللي بغات، لا، رقبة. بحال انت كتعامل مع شي وليد صغير، ما كتصيفطو للمدرسة كدير معاه الشروط، كتبقى تمشي وتتبعو وتشوف وتسول المعلم، هذه المراقبة. كذلك يجب ان تفعل من مع نفسك، بل ان نفسك هي اولى بهذه المراقبة، خصك تراقبها واش فعلا هذاك الشروط اللي شرطت معاه واش هي كتطبقه ولا كتهاون فيهم شوية. علاش كنراقبوها؟ لننتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة وهي المحاسبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، الكيس من دان نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من حاسبها خصك تحاسبها. فيجب أن تحاسبها على النظرة قبل الخطرة، قبل هذاك الخاطر اللي كيجي، الخواطر اللي كتكون داخل حديث النفس، وعلى الخطرة قبل الفكرة، قبل ما تحول إلى فكرة ويعزم عليها القلب، وعلى الفكرة قبل النظرة وقبل العمل. لأن النفس هكا كتبقى تشهي لك الأمور وكتزينها لك وتحدثك بها وشنو فيها، والناس كاملين كيديروا هذا الشيء، وعلى الزعمة أنت اللي ما تديرش ودير ما دار جارك ولا حول، تجيبوا لنا شي مصائب كأنها في صحيح خصو غير في الآخر يقول لك رواه البخاري. هذا الشيء عندنا، هذه المصائب الكحلة، دير ما درجاك ولا حول، شكون اللي قالها؟ دير ما درجاك إلا كان كيدير الخير، إلا كان كيدير المصائب، تانا ندير بحالو، شكون اللي قالها؟ فحاسب نفسك،
والمحاسبة كتبدأ من الأول، ما تبقاش تساهل معها، راه ما حد كتساهل معها وهي تكبر وتنمو وتسيطر عليك وتزين لك المعاصي. ويجب أن تكون هذه المحاسبة دقيقة وشديدة كما يحاسب الشريك الشحيح شريكه. بحال لما تكون عندك شي شريك بخيل كيجلس تحاسب معك على الدرهم على الريال، كذلك يجب أن تحاسب نفسك وهي أولى بالمحاسبة. فإذا اشترطت عليها وراقبتها وحاسبتها، نأتي إلى النقطة الأخيرة، المعاقبة. عاقبها إذا اقتضى الحال فعاقبها، واعلم أن عقوبة الدنيا أهون وأخف من عقوبة الآخرة. ولذلك من رحمة الله عز وجل أنه شرع الحدود كفارة للمسلمين في الدنيا. ما كيناش هذا سيدنا كعب، كعب بن مالك رضي الله عنه، لما تخلف في غزوة تبوك، قصة معروفة في الصحيح، ربما سيأتي معنا إن شاء الله في خطبة ذكرها، قصة عظيمة جدا. وتاب الله عليه مع صاحبيه، انخلع من ماله كله صدقة إلى الله ورسوله. شوف العقاب للنفس كي داير. لما تاب الله عليه جاء إلى رسول الله وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: بما أن الله تاب علي فإنني أتصدق بمال كله. تأدب نفسه، هذا من التأديب، مش ما تعاودش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك، تصدق ولكن ماشي بكل شيء. وذكر الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة عبد الله بن وهب رحمه الله أنه كان يقول، قال: نظرت عنفسه، الآن شوف كيفاش كيخاطب نفسه، نظرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما، تقول نفسه إلى شي نهار هضرتي في شي واحد غيبة، تكلمتي في شخص، غادي نصومك نهار كامل. قال: فأجهدني الصوم. وعندك شحال الغيبة ديالهم بحال ديالنا حنا، لا قال شي مرة فلتات لي شي كلمة ولا شي حاجة، أما حنا راه كنجلسوا من الصباح حتى الليل والقهاوي هو كيهضر. عباد الله ما كيخلي لا اللي حي ولا اللي ميت ولا اللي مسلم ولا اللي كافر ولا اللي عالم ولا اللي جاهل، هذا هو حلنا وعادي وعايشين وضحكين وكنعسوا ونوضوا. هذا قال: لا، نظرت لاغتبت شي واحد أن أصوم يوما. قال: فأجهدني الصوم، عياب الصوم. قال: فنويت بدلها، ما نفعش معها الصوم، بدلها العقاب. قال: فنويت أني كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. من حب الدراهم ما بقاش كيغتاب، دير مع نفسك قول لي: لا هضرتي في شي واحد غنتصدق بخمسين درهم، كل ما هضرت في شي واحد غنتصدق بمية درهم. غير تهضر في الاول وتحط المية درهم والله لا عاودتي هضرتي في شي واحد، ما تجربه. شكون فينا يقدر كل ما هضر في واحد يتصدق؟ خصك تكون ملياردير كنقيلو كنهضر النهار كامل. حاسب نفسك، عاقبها، قل: إلى اليوم ما صليت شي صلاة فوقتها بدون عذر أتصدق بخمسين درهم. وشوف واش أنت الأول تجي للصف ولا ما تجيش، ولكن ما تصديش لك شي غير لعب. إلا كنتي واخدو غير لعب ونشاط راه ما غادي تولي غير كتلعب وكتضحك وصافي. هؤلاء كانوا يفعلون هذا مع أنفسهم، كانوا يحاسبونها قبل أن يحاسبوا. فاشترط على نفسك أولا، ما تخليهاش غير غادية. فين غادية؟ إلى أين؟ دير لها الشروط، ثم راقبها، ثم حاسبها، وإذا اقتضى الحال فعاقبها،
وليكن العقاب بحرمانها مما تحب. كيف كنديروا مع الاطفال؟ علاش مع الاطفال ديالنا كنديروا هكا؟ وراه النفس مثلها مثل الطفل، والنفس كالطفل تماما، بل هي اخص واحقر من الاطفال. بعض المرات الاطفال عندهم عقول. فاللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم طهر نفوسنا، اللهم طهر نفوسنا من الغل ومن الحقد والحسد ومن البغضاء والشحناء. اللهم زكي نفوسنا، اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شتاتنا وتغفر بها ذنوبنا وترحم بها موتانا وتقضي بها ديوننا وتشفي بها مرضانا.